اللي مش فاضيين يقروا دولت في يعني مؤلفين اخرين يشتغلوا معاهم ان شاء الله. عمري ما سمعتها في حياتي يعني. انا حتى مره واحده بس استاذ صبري فواز قال لي انا يعني السيناريو اللي يجي لي منك هوافق عليه من غير ما اقراه. اتخانقنا. قلت له مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده في الكون. الكلام ده هو اللي بيبوظ الممثلين الفنانين في مصر كمان بالذات، انهم يصدقوا بينهم وبين نفسهم ان اسمهم على الغلاف اهم من اي حاجه. فوالله اذا ساله هو تعرف صبري صدقنا يعني، فقالها لي انا يا سيناريو موافق عليه على طول. قلت له افرض دور وحش، افرض انا افرض عملته قبل كده مش ليكش مزاج تعمله مجامله، ما فيش حاجه اسمها كده. ما انا ما لازم تقرا عشان افرض كمان يا عم، افرض مطلعك حاجه انت ضد اخلاقك ومش عايز تعملها يعني ايه. فلا لازم ان يعني في مدير الانتاج اغلب الوقت ما بيقروش يعني في مشاريعنا، احنا لازم يقروا. لو ما قراش مش هينفع يشتغل في عموما في الشغلانه. بالك بقى في مشروع، في مشاريع خاصه شويه يعني بقى فيها تفاصيل وفيها فمش هي غلط يعني. مش هو حاجه ازاي اصلا هتفرغ ازاي بالظبط؟ والله الكوركت امبيتيشن كان مشروع مهم قوي وما زال يعني طبعا هو فقد اهميته طبعا بمشان يعني حقيقي. لا احمد شوقي بس هي دي الازمه يعني. لو ده السؤال اللي انت هترد عليه اذا اقدر اقول لك يعني. هو ده سؤال؟ ايوه هو ده السؤال. انه انت يعني احمد كان شايفين انه مشروع مهم، فانه يقف وكده ده كان بالنسبه لنا صدمه يعني. بص هو يعني ما هي النقطه بس اذا اردت يعني المدخلات بتؤدي الى المخرجات. تمام. شوقي واحب اوجه له الشكر طبعا يعني، لان هو شوقي فادني انا بشكل شخصي في شغلي، وطبعا هو اللي كان كلوك ورك تمبتيشن يعني مش انا. دي حاجه من الحاجات اللي طول الوقت بقولها. انا ببقى موجود في البدايات، في لو المعالجه بتاعتي لو في مشكله لو بتابع معاه، لكن من غير شوقي ما اقدرش اعمل المشروع ده، لاني كمان انا بشكل شخصي شخص غير وثوق يعني. ما انا ما لا اثق في احد تماما. فالوحيد اللي بثق في قريبين مني بس شوقي، لان هو شوقي بطبعه كده باي ديفولت بيحب يجيب مش الفول مارك، بيحب يجيب فوق الفول مارك، فاهم يعني؟ هو ايه ما يجيبش 10 من 10، هو يجيب 15 من 10. اوقات كنت بشوف بقول له ده مش صح جدا، لان اوقات بيبقى صح انت تعمل المجهود اللي على القد بالظبط. شوقي مش مقتنع بكده، هو شوقي دايما طول الوقت بيدي مجهود اكتر. فطبعا ده نقطه. فمشيانه طبعا هو دلوقتي اتنقل لمكان جديد فما قدرتش، بس يعني لقيت طريقه اخرى يعني. مش عايز اوقف الباب اللي انا الحمد لله انا تقريبا دخلت ناس كتير قوي لسوق، ندمان على ناس منهم طبعا بس لكن لا والله يبارك في ناس كويسه جدا موجوده من اللي دخلوا يعني. فمش عايز برضو اقفل الباب ده يعني. برضو الواحد ايه كان مبسوط من فكره ان انا لان دايما كانت بتحصل في ان انا بيتسرق حقوقهم، اسمي اتحط. الحمد لله عمري ما حطيت اسمي على حاجه بتاع يعني. العكس اللي كان بيحصل، كان بيبقى ليا دور. انت وانت اسمك وشايل اسمك وببقى شايل اسمي طبعا. اسم الشركه بس اللي اسم الشركه واسم شوقي كفايه. وعارف ليه كمان؟ والله مش عشان حاجه، عشان بشكل او باخر انا اخد خطوه ربنا كرمني فيها. وجودي على التتر هيسرق ومش انا اللي حامل يعني، هيسرق مجهودهم. هيسرقوا محمد كذا هو اللي، ومش مش حقيقي فحرام. انا مش عايز اشارك حد في، انا ربنا راضيني فليها هبص يعني لشغل حد، لا مش لفرحه، دي فرحه مش اكتر يعني.